السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي معاذ عادل، للي ما يعرفنيش منكم. والفيديو ده بالأساس أنا عامله لأصحابي وإخواتي من دفعة اليوبيل الذهبي، دفعة طب الأزهر ديسمبر 2019. بدردش فيها معاكم يعني عن موضوع حاسس إنه مهم وإن إحنا متأخرين فيه شوية، وهو موضوع إن إحنا يجمعنا عمل خيري نتقرب به إلى الله عز وجل ونحافظ به على العلاقات الجميلة اللي ما بيننا. بصراحة أنا يعني طول عمري بقولها ومش مجاملة لأي حد، وهو إن أنا فخور جدا إن أنا من دفعة ديسمبر 2019 أو من الدفعة بتاعة اليوبيل الذهبي. أنا كنت على مدار الكلية باحتكاك بالدفعات اللي أكبر والدفعات الأصغر، ويعني مش مجاملة لدفعتي ويعني ولا لان انا منها، ولكن هي بفضل الله فعلا متميزه جدا، سواء على الجانب العلمي او الجانب الاخلاقي او الجانب الفكري ولا الجانب المهاري، ما شاء الله حاجه مبهره وجميله يعني. فاحنا على مدار سنين كنا اصحاب واخوات وتكونت ما بيننا عشره وحابين ان احنا نحافظ على هذه العلاقات مع بعض. وخلاص يعني مع بداية مرحلة الكارير الحقيقية، سواء نيابة أو زمالة أو أيا كان، هتبدأ بشكل أو بآخر الطرق تفترق جدا يعني. و الحاجة اللي ممكن تجمعنا إن إحنا ممكن مثلا كل سنة نعمل ريونيون أو فطار جماعي في رمضان أو حاجة زي كده، ولكن اللي شايف إنه فعلا مفترض إن يكون جمعنا هو التعاون على بر التقوى. انا مش كويس اوي في الحاجات الوعظ الديني وكده، مش حتتي خالص، ولكن انا بتكلم معاكم كزميلكم وكصديقكم يعني. وهو ان يعني ما اعرفش هل هو ترند، هل هو يعني موضه ايا كان، بس يعني من فتره والدفع كل دفعه بتتخرج بتحاول ان هي يكون في حاجه بتجمعها، الحاجة دي دينية، الحاجة دي بيتقرب بها إلى الله عز وجل من باب وتعاونوا على بر التقوى. فأنا شايف إن دي حاجة كويسة وإن إحنا مفروض نعملها وإن إحنا مقصرين فيها لحد دلوقتي. إحنا كنا يعني كان في شباب طلعوا باقتراحات نعملها زمان وقت ما كنا بنعمل حفلة التخرج، يعني من سنة تقريباً، ولأسباب كتيرة بدون الدخول في التفاصيل يعني للأسف لم تتم. ودلوقتي في اقتراح من دكتور محمد العزب، وهو إن إحنا نعمل بئر في دولة أفريقية بتخدم يعني عدد لا بأس به من القرى، أو بتخدم قرية تعدادها كذا، وهتكلم دلوقتي في التفاصيل، وتكون نيابة عن الدفعة أو باسم الدفعة، وهي صدقة جارية، ودي حاجة ممتازة فيها جدا يعني. قبل ما اتكلم اكتر عن موضوع او التفاصيل المتعلقه بالبئر، حابب اقول ان برضو يعني حاجه جميله شفتها، وهي ان في بعض الدفع بتعمل زي واتساب جروب او ايا كان حاجه، يعني جروب بيجمعهم للعمل الخيري. فمثلا بيبقى في، شفت جروب واتساب، بيبقى حد بيبعت مثلا ان في حالة فلانية محتاجة حاجة معينة، مثلا حد حصل له ظرف ما ومحتاج مثلا ادوية، فالناس اللي موجودة في الجروب دي بتساعد بالشكل اللي يقدروا عليه، سواء كانت مساعدة مادية او مساعدة ان هو يسهل حاجة معينة او مساعدة حتى معنوية، كل واحد باللي يقدر عليه. فان شاء الله باذن الله هنعمل جروب زي ده، واللي حابب ينضم لي يعني هي تسعدنا جدا صحبته يعني. وانا اتمنى من الناس اللي كانت دايما يعني قائدة لينا ومتولين زمام الامور ومشرفين لينا يعني دايما قدام المسؤولين، ان هما يعني يظلوا مستلمين لهذه الراية. بتكلم هنا عن الناس الجميلة زي مصعب خليل طبعا، واحمد يحيى واحمد غانم وحنطور وكل الناس الجميلة، عشان ما انساش بس اي اسم، ان هما يعني يكونوا يقودوا الناس زي ما كانوا بيقودوهم في لقضاء مصالح الدنيا، ان هما يقودوهم برضو لي ان شاء الله باذن الله ان احنا نكون مع بعض يعني ايه في هذه الاعمال الخيرية.
فهنعمل باذن الله موضوع الجروب ده، هتكلم بس عن التفاصيل اللي دكتور محمد العزب كان نزلها بخصوص موضوع البئر. ف ماشي، هي حاجة اسمها المنظمة العالمية للإغاثة الإنسانية، و في كذا مشروع، في بئر سطحي ده تكلفته مش عارف بدون يعني مش هدخل في تفاصيل قوي، هي موجودة على الجروب اللي حابب يبص عليها. المهم في بئر سطحي ده بيخدم قرى تعدادها من 300 ل 500 شخص يعني، والمية بتطلع بالدلو. وفي بئر أكبر حاجة اسمها بئر طلمبة يدوية، وده بيغطي عدد أكبر لحد 1000 شخص مثلا، وبتطلع بمضخة يدوية. وفي بئر أوتوماتيك وده بيغطي لحد 1500 نسمة، وده بيطلع عن طريق موتور كهربي. وفي بئر ارتوازي ده أكبر حاجة، وأفضل وكاتبين من أفضل أنواع الآبار من حيث جودة الماء وطول عمر البئر، وكاتبين برضو إيه تفاصيله. وبيقولك إن بيستغرق العمل في أنواع الآبار دي من 2 لـ 3 شهور، والارتوازي ده من 1.5 لـ 2 شهور. والدول اللي بيتم الحفر فيها هي أوغندا، بنين، تنزانيا، ملاوي، ساحل العاج، وغانا. وبيقوم المتبرع باختيار اسم البئر وبياناته صدقة عن كذا مثلا، وبيتم إرسال مراحل العمل بالبئر من بداية الحفر للتركيبات للافتتاح تباعا على الواتساب الخاص بالمتبرع. ودي التفاصيل بتاعة الموضوع. دكتور محمد العزب ربنا يبارك فيه هو متولي الأمر تماما، وكان بقاله فترة بيطلب من الناس ان هما يشاركوا بسهم، السهم ب200 جنيه، لا يعني اللي حابة يشارك سهم 2 3 كل واحد على حسب ما يحب، وسايب الرقم بتاع الفودافون كاش على الجروب، هو 010-10-455-410. تاني 010-10-455-410. فموجود كده كده على الجروب اللي حابب يشوفه او يتواصل مع دكتور محمد العزب ربنا يبارك فيه وفيكم جميعا. وكمان دكتور عبد الرحمن السكري يعني قال ان هو ما عندوش مشكله يساعد، وفي ناس كتير مش هتتاخر يعني لو في اي حاجه يقدر يساعد فيها. للاسف المبلغ اللي اتجمع لحد دلوقتي حاجه بسيطه خالص، ما تغطيش التكلفه بتاعت الحاجات المطلوبه. فيعني الهمة وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منكم. ويعني احنا دخلنا الامتياز، او انا عن نفسي يعني دخلت الامتياز كنت متوقع ان هاخد 250 جنيه في الشهر، فربنا سبحانه وتعالى من علينا وخدنا مرتب كويس. ويعني اعتقد ان احنا دونا عن باقي اطباء الامتياز في الجمهورية الحمد لله رب العالمين، يعني خدنا حقوقنا المادية كويس جدا بدون اي نقصان. فالسهم 200 جنيه، او يعني اكتر لو حد حابب يشارك باكثر من سهم، حاجة بسيطة، وان شاء الله باذن الله ربنا يجعل فيها البركة ويخليها يعني صدقة تبارك في باقي المال. انا عارف الناس هتقول فيش باقي مال ولا حاجة، بس يعني على الاقل صدقة عن ما هو اتي ان شاء الله من اموال كثيرة يعني، وربنا سبحانه وتعالى يفتح عليكم. ومعلش طولت كتير، ودي مش منطقتي او حتتي، لكن انا حبيت بس ادردش معاكم لان انا فعلا فعلا فخور ان انا من الدفعه دي، وحابب ان احنا نظل متكاتفين على حاجه كويسه تجمعنا، وربنا يجمعنا دايما على خير. وان شاء الله هنعمل الجروب اللي هو الخاص بالاعمال الخيريه، وهتبقى في ناس ادمنز ليه، وفي ناس يعني اللي حابب ينضم ليه ينضم على طول، وان شاء الله هتنزل عليها. يعني اللي عنده بقى حالة مثلا معينة محتاجة مساعدة بشكل معين يبعتها على الجروب ده، وايا كان اللي يقدر يساعد يساعد، وممكن ساعتها يعني تباعا نضيف اي حد حابب انه يساعد. وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم، واسف على الاطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.